نكبر انا ان كنت شيء بيك يا ام. مشاهدينا الأعزاء، بنحتفل غدا إن شاء الله بعيد الأم. كل سنة وكل أم طيبة في كل مكان، كلنا بنستعد لهذا اليوم يمكن من فترة طويلة، وبنتمنى إن احنا نقدم لأمنا في هذا اليوم أجمل فرحة وأجمل ابتسامة وأجمل كلمة حب. الهدية رمز يمكن بسيط للتعبير عن المشاعر والحب الجميل اللي احنا بنتمنى لأمهاتنا، ولكن الهدية مش في قيمتها أو في غلوها، ولكن في مشاعر الحب الجميلة اللي بتعبر عنها. ممكن بكارت صغير ممكن نعبر عن حبنا ومشاعرنا لأمنا وإحساسنا بالوفاء والجميل. في الفترة دي هنلتقي مع بعض ونشوف الكارت ممكن احنا نعمله بنفسنا ازاي، ممكن الأم تعلمه لابنها ازاي هو يعمل بنفسه كارت صغير ويقدمه لها في عيد الأم، ونشوف لمسة الفن الجميلة اللي هيقدمها لنا الفنان التشكيلي صابر طه. مرحبا بحضرتك يا اهلا. اهلا بيك، كل سنه وكل ام طيبه ان شاء الله. انت طيب يا صابر. صابر انت، انا شايفه طبعا انت محضر لنا مجموعه من الكروت متعلقه معانا، ومعاك هنا جايب المستعدات كلها بتاعتك. كل طفل ممكن يقدر بشويه ورق وشويه الوان يعمل كارت معايده بايده، ودي بتبقى حاجه بالنسبه للام يعني تقدرها اكتر احسن ما يشتريها جاهزه يعني. لان هو الام شاركت في كل ثانيه بايديها فيه يعني. هو يشارك برضه في الهدية اللي هيقدمها لنا النهاردة إن شاء الله. ممكن حتى كمان تنمي عنده الإحساس بالفن، بالذوق، باختيار الألوان، بتنسيقها، بإخراج شكل فني جميل. أيوه أكيد طبعًا. وده شيء يعني ممكن يفيده برضه في المستقبل، يعمل حاجات تانية بإيدي، يعني مش شرط إنه يعمل كارت بس معايا، دي حاجة على قد النهاردة. وبعد كده يقدر يعمل حاجات تانية كتير. نشوف مع بعض بقى مجموعة الكروت الجميلة. أنا شايفة ده كارت أنت حضرته. نشوف. عبارة عن صرخ واحد. اهو زي ما احنا شايفين، هو طبعا ما يفتكرش ان في حاجه ملزقه ولا حاجه، هو كل كارت ورقه واحده. وبنرسم فيه قلب حاجه بسيطه كده، بنرسم زي زجزاج. انا طبعا هشرحها، بس هي العمليه بسيطه، بعد كده بنقطعها بالكتر او باي حاجه يعني بموس او كده، وبنيجي هنا ورا وبنكتب كلمه حلوه لماما، لا عيد سعيد يا امي. وطبعا هنا ده برضو ورق ملزوق. وممكن ان هو بالظبط، وممكن هو ان هو ياخد الالوان من الوان الخشب العاديه ويرسم هو بايده يعني، حتى لو معهوش حتى ورق الوان يعني. وحتى العمليه مش هيبقى فيها مثلا لوساخه ولا ممكن يبهدل الدنيا ولا حتى مكلفه يعني. طيب احنا عايزين نشوف برضو مجموعه الكروت الجميله اللي انت عاملها هنا دي، ونقول الافكار بتاعتها عشان ممكن برضو اولادنا ياخدوا منها. دي برضو ورقه برضو عاملينها عباره عن قلب، هي حاجه برضه بسيطه، بنقص برضه بنطبق الورقتين مع بعض، بنرسم القلب وبعد كده بنقصه وبالخرامه بنخرم الاطراف، ونبدا بعد كده نلزق قلوب، ونكتب بقى طبعا ام هي حب عطاء حنان عطف، كل المشاعر اللي احنا حاسينها طبعا الجميله اللي هي اديتها لنا يعني. ودي حاجه برضه بسيطه برضه. شايفه الفكره دي فكره جميله، وهنا شكل مجسم شويه. هي الفكره دي زي الفكره دي برضه يعني، دي هي برضه عباره عن ورده بنرسمها او اي ورده، اي رسمه لاي ورده، وبعد ما بنخلص ونلونها بنبدا نقطع الورق بتاعها، هيطلع بالشكل ده اهو، هتديها شكل تكريم جميل، ونكتب نفس امي واي تعبير طبعا من بالعربي. هي مجموعه جميله جدا، وبرضه هنا كارت ممكن نستعين بصوره جميله موجوده في مجله او حاجه. كلها برواز بايدينا احنا يعني، نكمل احنا بقى الرسمه بتاعتنا.
احنا عايزينك بقى بسرعه كده تعمل لنا حاجه بسيطه، بحيث ان ايه كل يمكن طفل او طفله او ابناء موجودين في البيت دلوقتي يحب ان هم يتعلموا ازاي يعملوها بسهوله. هنجيب ورقة عادية، ورقة من كراسة الرسم أو حتى نشتريها، يعني هي ورقة بسيطة. هنبدأ نطبقها، يدينا نرسم، وهنجيب القلم الرصاص، هنعمل الكيرف ده على فكرة، ونبدأ نرسم فيه مثلا قلب. هي رسمة بسيطة يعني، مش أو أي فكرة إن الطفل يعني يحب إن هو يعملها، مش شرط. أه يضيف من شخصيته بقى أي حاجة تانية، الألوان اللي بيحبها، الرسمة اللي بيحبها. نجيب قلم الكوبية ونحدد بيه، ممكن نرسم ورد حواليه أو في البيت كده عشان الصورة تبان معانا. دي القلوب ممكن تتلون أو ممكن تتلزق بورق القصر، نلونها أحسن عشان تبقى أسهل، ونوزعها. العملية بسيطة خالص. ممكن تكون منافسة جميلة بين الأولاد كلهم في البيت، كل واحد مين أكتر واحد هيطلع أحسن كارت أو أجمل كارت أو اللي فيه فكرة جديدة. هتطلع فكرة جديدة يعني، المنافسة تخلي الطفل يبقى مشجع إن هو الألوان الخشب برضه، الألوان الخشب هو عبارة عن كلنا بنعمل ده، مش شرط إن احنا. على فكرة الفكرة دي أعتقد ممكن برضه إن احنا نستغلها في أعياد الميلاد برضه وأصدقائنا، أي مناسبة سعيدة ممكن احنا عايزين نبعت هدية، مش لازم نكلف نفسنا ونحوش في الأول، ممكن دي بتعبر عن نفس الأحاسيس. على فكرة الحاجة اللي الواحد بيعملها بإيده بتبقى أقيم. أقيم طبعا، مفيش زيها. بالظبط كده. مش عارف إذا كانت هي باينة قدامنا. لا باينة معانا. أخضر. طبعا الالوان دي موجوده معانا في البيت، يعني مش محتاجين ان احنا ننزل نشتري. نقول بقى عايزين فلوس عشان نجيب علبة الوان من ورق. الورقه طبعا من ورقه كراسه، يعني مش شرط. ممكن نستخدم كمان قطعوه قطعيه اللي هو الورق الملون؟ لا، ممكن على فكره لو في واحد عاوز يلزق يقطع ويقص، نجيب برضه من نفس الورقه البيضة ونقطع شرايط بيضة كده اهوت، ونقعد نسميها بقى بالالوان اللي معانا، ونقدر نقص ونلزق بيها. وفي هنا انت برضه عامل علامات احمر لذيذه، برضه ممكن تدخل لون احمر مع ازرق، تعمل تشكيله حلوه عليها. ونبدا نحط القلب بره. طبعا احنا نفتح الورقه عشان ما ايه ما نجيش نقص الورقتين اللي بتكون على الفكره. طبعا مش هنقص كله. مرحله القص دي ممكن لو طفل صغير يخلي حد كبير يقص له عشان نتفادى برضه ان هو يتعور، يعمل الحاجه فيها قص بالقطر. ده اللي هنقصه بعد كده. هنبدأ نمشي عليه. على فكرة بالنسبة لعيد الأم، مش
أكبر عن شعورنا الأم. أكيد هم اللي عملوا عيد الأم يعني بيقولوا يعني زي مرض يعني حافل يعني. طبعا احنا عشرت هو ونكتب جوه بقى العبارة العزيزة. جميل قوي يا استاذ. الحقيقه هي طبعا فكره مبسطه يعني ممكن نضيف ليها كل الثقافه اللي عندنا والفنون اللي عندنا. وبنقول دلوقتي كل واحد فينا اكيد ابتدى ان هو يحضر الادوات بتاعته علشان يعمل الكارت بتاعه. وبرده مره ثانيه بنبص على الحاجات اللي الجميله هنا يا استاذ صابر وبنقول انها تشكيله جميله فيها الخط وفيها اللون وفيها البارز وفيها الغائر. مستوى قدرات الطفل يعني مش حاجه. احنا بنشكرك وبنقول لك كل سنه وانت طيب. الف شكر. بعد ما شفنا مع بعض فكرة الكارت البسيطة الجميلة اللي مش هتكلفنا حاجة لا وقت ولا فلوس، هنشوف كمان فكرة